خير يا باشا. شوف لي حسن بيه فين. تحت امرك يا باشا. مصنع تاجر كوكايين على طريق السويس. اتفضل. قريت الجرايد؟ هبص عليها اهو. هما ما جابوش سيرة فرح الترابيلي مش كده؟ لا لا لا، كل اللي مكتوب عن احمد قاسم، حسام المصري، كامب بتاع رشطان، الدايرة بتاعت المخدرات. احنا عايزين نعرف حكاية السقارة دي ايه؟ انا على حد علمي المكان ده اتشمع كذا مرة، كانوا بيأجروا الاسطبل. ما هو شغال اهو. انا معرفش مين اشتغل دلوقتي. بس عموما سهل نعرف. على فكرة أنا بعت أجيب لك الواد عزت بتاع الكامب، قلت هنا على رواقة ممكن نعرف منه مكان حسام. حسام المصري. اه. أنا مستغرب. إزاي حسام المصري اتلم على العيال دول؟ أنا مش فاهم. جاب فلوس منين عشان الكامب؟ أكيد من أبوه، ربيع المصري. ربيع المصري ما كانش راضي يتعرف على ابنه، هيديله 1,000,000 جنيه. ممكن يديله كام ألف عشان يبتدي بيهم حياته. أنت شفت الكامب؟ أنت قصدك إن في حد تالت؟ أنا عندي إحساس إنه محمود الطرابيلي. بس المسألة محتاجة شوية وقت عشان نتأكد. أه بس خلي بالك، محمود لو جت رجله في ناس مش هتسيبه يقف. المهم نلاقي حسام المصري. أنا متأكد إنه مستخبي في حتة هنا. أعمل لك قهوة؟ يا ريت. اعمل انت. يا ترى الغباوه دي على الصبح؟ صباح مبارك يا عريس. اقرا الجرايد. اقرا ايه؟ فيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ فيها ان البوليس بيدور على الشيك احمد قاسم في الكامب، سيد المحترم حسام المصري. ايه المشكله يعني؟ ايه التوتر انت على طول فيه ده؟ مش كل حاجه بالورقه والقلم؟ هات واعمل لي كوبايتين شاي. اعمل لك ايه؟ قصدي يعني خلي ده اللي يتعمل فطار وانت عامل كوبايتين شاي بالمره. قوم. وانا مش عارف انا خلفتكم ونسيتكم ولا ايه؟ هات كل بلد. كان في ملف هنا. هتلاقيه عندك هنا اهو. هنا هو؟ قلت 100 مرة روايه المكتب براحتك، ما تجيش جنب ورقي، ما تجيش جنب ورقي. رحت الأستاذ امبارح بالليل. أستاذ مين؟ اه قصدك الجوكر؟ اه رحت له. هو بعينه بغباوته. رحت له يا ستي، كان عايز يديني فلوس وأسلك له القضية. سلك له القضية؟ كام يعني؟ 1,000,000 جنيه. وقلت له إيه؟ وافقت؟ والله يا داليا يعني أنا بفكر. أنت إيه رأيك؟ بتفكر؟ بتفكر في ايه يا استاذ؟ بقى ترمي الراجل الغلبان ده هون يعني امه في السجن عشان خاطر الفلوس؟ يا راجل حرام عليك، ده ربنا هيولع فيك. ولع فيا؟ طب ايوه يا داليا، بس دول 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه؟ مليون عفريت اما يركبوه. 1,000,000 جنيه بسرقه واكلان حق الناس. يا استاذ ده انت اللي قلت. اللي زي القناوي والناس دول هم حاطين ايديهم في جيبي وجيبك وجيب كل حد ماشي في الشارع. جدع داليا، جدع. على فكره انا ما وافقتش. اه انت بتختبرني يعني؟ لا يكون في علمك، انا شريفه وهعيش واموت طول عمري على شرفي. ماشي 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 يا شاكيرا. يا استاذ ما هو من كابتي، هو حرام يعني اكون شاكيرا ولو جست مره؟ جست مره، جست مره. اضحك اضحك، وهتضحك اكتر لما نقف في وش القناوي ده هو. ان شاء الله خير يا داليا، ان شاء الله خير. شاي داليا. حاضر يا سي حسام، خدامتك اللي اشتريتها بحر مالك جايه اهو. انا ما بطيقهوش. هو في حد طايقه هنا خالص؟ مفيش حد طايقه خالص. اه بالحق، اللي اسمها ليلى ده هي اللي كلمتك. ما قالتلكيش عايزه ايه؟ وانا مالي عايزه ايه؟ ما تعوز اللي تعوزه، وانا هتدخل. انا مش هتدخلنا. روحي يا داليا، روحي 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 دلوقتي. انا رايحه كده. روحي روحي تطلع. الله. ادخل. اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا ليلى؟ عامل ايه؟ عاش من شافك يا ستي. ربنا يخليك. اتفضلي. ايه تشربي ايه؟ لا ميرسي، لسه شاربه في الهول. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله.
وحشتني قوي والله. وانت كمان. قولي لي بقى ايه موضوع احمد قاسم ده؟ والله ما حدش فاهم. في ناس مصدقه وفي ناس مش عارفه. هم قاعدين بيحققوا معانا. هو الله يرحمه كان ولد غريب. انا ياما قلت لخالد يبعد عنه. ما اعرفش سر حبه فيه كان ايه. هو حضرتك عندك اخبار عن خالد؟ هو ما اتصلش بيكي؟ لا. بقاله شهرين كده مختفي. خالد كويس طمني. انت لسه بتحبيه؟ والله يا انكل انا عمري ما كرهته. بس موضوع الطلاق ده هو ده كان الوقت الصح بالنسبه له. بدل ما يفضل بقى بيفكر في بيت مفتوح في مصر وكل شويه يقعدوا يشدوني على النيابه ويحققوا معايا. ده كان احسن لنا. انت عارف ان المحكمه هتحكم عليه قريب؟ عشان الناس اللي بتقول الكوسه وفساد المسؤولين يجي يشوفوا ابن وزير في مكتبه وعلى كرسي وبتحكم عليه. ربنا يديك الصحه يا انكل. ان شاء الله الموضوع ده هيعدي على خير، ما تقلقش. قولي لي بقى يا ستي، اخبار الشغل ايه؟ هو بصراحه انا محتاجه مساعده حضرتك. عايز اسال حضرتك عن توكيل عربيات صاحبه اسمه شوقي حسين. انا اكتشفت ان شوقي حسين ده صوره فقط وان شكله كده في حد تقيل جدا وراه. طب ايه المشكله؟ المشكله انهم عايزين يشاركوني وانا رافضه من بعد موضوع احمد قاسم، وحضرتك عارف كويس جدا الكلام ده يقلق. يا بنت البلد فيها قانون بيحكمها، احنا لسه من دقيقتين بنقول ابن وزير بيتحكم عليه. هو وبعدين انت خايفه من ايه؟ انا معاكي. انت عارف انا بحبك قد ايه. اصحي بقى. صباح الخير. صباح الفل. ايه الدلع ده كله؟ شفت حاجات بسيطة كده. وبعدين ما كنتش هدلع حبيبتي، هدلع مين؟ وبعدين دي حاجة بسيطة. شوية مربى غنية بالفواكه الطبيعية وزبدة بلدي مع يا حرام، أنت الإعلانات كلت دماغك خلاص. والله أنت اللي كلتي دماغي. فين الجرايد؟ موجودة، بس في حاجة أهم من الجرايد. أنا نفسي إن احنا نخوي الواد يوسف. يوسف؟ يوسف مين؟ اللي نفسي يجي أصلاً. لسه شوية سارة. لسه شوية دي أنا سمعتها من سنة. احنا لسه متجوزين يا كريم. أيوة سارة متجوزين بقالنا سنة. وبعدين مستنيين ايه؟ البيت موجود والشغل زي الفل وبنحب بعض، عايزين ايه تاني؟ انت جاي تبيعلي فكرة الخلفة دي على الصبح؟ طب بقول لك ايه؟ انا ممكن اوافق بس في شرط، تنزل بقى تعملي اعلانات على كوبري اكتوبر. بقول لك ايه؟ اولا انت لو عامله عندي كان زماني اقنعتك بالفكره في ساعه، مش سنه مش عارف اقنعك، ويا ستي لو على الاوت دورز والاعلانات انا ممكن ابني لك مصر كلها اعلانات. عايزين نخلف، عايزين نخلف، عايزين نخلف في كل حته. ها؟ مش عارف. مش عارف. كورنال اهو. انا ما رضيتش اديهولك على الصبح عشان في اخبار دمها تقيل. صباح الخير يا بابا. صباح النور يا محمد. ايه رايح الكلية؟ انا هتكل على الله دلوقتي. حضرتك تأمرني بحاجة قبل ما امشي؟ لا 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 متشكر حبيبي، خلي بالك من نفسك. حاضر. مالك يا بابا في ايه؟ انا ماما قالت لي ان حضرتك رحت للضابط ده امبارح بالليل. ايوه رحت له، رحت له مفيش حاجة، ما تقلقش. انا بس زعلان من الكلام اللي مكتوب عن اخوك النهارده في الجورنال. كلام فارغ ملوش معنى خالص. معرفش يجيبوا الكلام ده منين، اوعى تصدق الكلام ده عن اخوك. اخوك ما كانش مجرم ولا تاجر مخدرات. هي ماما قرأت الجرايد دي؟ لا. ماما عند طنط سماح في شقتها، بس انا هتصرف يعني. هقولها بطريقتي. يمكن ما تقراش الخبر خالص. بس على فكره ما تنساش تعدي على التوكيل او تتصل بيهم، خليهم ياخدوا الموتوسيكل اللي مركون تحت. ما تخبيش عليك يا ابني الفلوس اللي سابها اخوك قربت تخلص. حاضر. أنا هبقى أتصل بالتوكيل وأنا رايح الجامعة. على إذن حضرتك. السلام حبيبي. السلام.
الو، صباح النور يا فندم. ايوه، نوعه ايه ورقمه؟ مرسي قوي، انا هبلغ مدام ليلى هي المسؤوله عن التوكيل وتقدر تفيد حضرتك في كل حاجه. الاسم ايه يا فندم؟ تحت امر حضرتك، مع السلامه. ازيك يا صاحبي؟ صباح الخير. فكرتي بعتوا الميل؟ لا ما بعتهوش، بس في حد اتصل عشان عايز يبيع موتوسيكل بيقول انه اشتراه من عندنا. موديل ايه؟ الموديل والرقم معايا. طب ما قالش اسمه؟ اسم محمد قاسم حضرتك، اسمه ورقم تليفونه هنا. اه على فكره استاذ طارق الشمالي مستني حضرتك فوق. ماشي، شوفي شغلك. انا اسف. طروق. يا لول. ازيك؟ معلش جبتك المشوار. ولا يهمك ست، زياره بزياره. قريت الجرايد؟ قريتها. وايه؟ ايه؟ حسام لسه عندك؟ اه قاعد عندي في البيت، بيقول هيسافر بكره ولا بعده. هيسافر فين وهما بيدوروا عليه؟ معرفش بقى يا ليلى، بيقول هيطلع بره البلد لغايه ما يظبط اموره. وانت هتسيبه يطلع بره البلد ويظبط اموره؟ انا عارف انك عمرك ما حبيتيه ومش اي حد يحبه، بس ده في الاخر صاحبي، ما ينفعش اسلمه. انا عمري ما فهمتك يا طارق، عمري ما فهمت انت ازاي صاحب حسام وخالد. يا ابني انت اطيب منهم بكتير. مش هتفهميني. انت شفت فرح؟ انا رحت لها امبارح، انت لو كنت شفتها كنت هتروح تسلمه بنفسك. ليلى طلعي فرح بره الموضوع. طب ايه رايك اطلع فرح بقى واطلع خالد واطلع احمد قاسم من الموضوع؟ انت مش واخد بالك ان كل ما حد فيهم يتلم عليه انا اللي بطلع خسرانه؟ تجيبني هنا ليه؟ عشان ابيعه؟ مش هبيعه، لو انت مكاني مش هتعملي كده، انا عارفك. طارق انا مش بقول لك تبيعه. حسام مش هيتكلم غير لو اتقبض عليه واتحقق معاه. من فضلك فكر في الموضوع. لو مش عشان خاطري، عشان خاطر احمد قاسم. اتفضل. تقف. ازيك يا عزت؟ مش عزت برضه؟ ايوه باشا انا عزت. انت خريج ايه يا عزت؟ كلية تربية سعادتك. ما شاء الله. اتفضل يا عزت. شكرا. حسام المصري فين يا عزت؟ ما انا قلت سعادتك في تحقيقات النيابة. هو بعد احمد قاسم الله يرحمه ما توفى بيوم، حسام طلب مني احاسب عمال الكامب كله على شهريتهم بدري. خد الفلوس مني ونزل دهب عشان يفكوا اليوروهات والدولارات ويرجع. كانوا حضراتكم وحسن بيه داخلين عشان التفتيش. اداك الفلوس؟ لا يا باشا ما حصلش. انت بقالك قد ايه شغال في الكامب؟ حوالي سنه يا باشا، من اول ما عملوا الكامب وانا شغال معاهم. عمرك ما حسيت في موضوع الكوكايين ده ولا شفت حد بيبيع او بيفرق؟ لا يا باشا، انا كنت موجود ساعة لما حسن بيه دخل أوضة أحمد قاسم ولقى الحاجة جوه. وحياة أمي يا باشا وإخواتي، أنا اتفاجئت باللي شفته. والله يا باشا، بس هو قلبي كان حاسس إن في تربة غلط. ما تتكلم عدل يالا. حاضر يا باشا. قول. هو بس سعادتك، ليلة الحادثة حصلت خناقة بين مستر قاسم وحسن فيه ونهدي فيه لغاية لما بعد وخد بعضه على الموتوسيكل بتاعه ومشي. وفرح مشيت معاه سعادتك على الموتوسيكل. المؤاخذه يا باشا، هي فرح كانت مصاحبه مين بالظبط؟ والله يا باشا انا عندي اخوات بنات ومش عايز اغلط في حد. لا اغلط يا حبيبي، اغلط، ده تحقيق. بص يا باشا، فرح الترابيلي دي ما تلاقيهاش ماشيه مع ذكر واحد للدين مع بعض، يمكن كل ساعه ماشيه مع حد شكل. يعني وقت الخناقه كانت مع انهي ساعه فيهم؟ مش عارف سعادتك. ممكن القهوة لسه؟ اه باشا. هو مين كان من صحاب احمد قاسم بيجي الكامب؟ بص، مصر كلها كانت مزروعه في الكامب سعادتك، وبعدين انا ما اعرفش اصحابهم كلهم، واحمد قاسم الله يرحمه سعادتك بقى الناس كلها كانت بتحبه. او حسام المصري ما كانش حد بيحبه. لا ازاي يا باشا؟ احمد قاسم كان بيحبه، وكان بيحبه قوي كمان، بس الله اعلم السبب اللي خلاهم يقلبوا على بعض فجأة كده. انت ليك اهل هنا؟ ايوه يا باشا، امي واخواتي هنا في البساتين. ماشي يا عزت، اتفضل، وانا لما عاوزك هكلمك. شكرا يا باشا. اتفضل يا عزت. سلام.
ايوه ماما. عمر عامل ايه معاكم؟ بقولي انا عايز اخده النهارده يبات عندي. طيب هكلمكم وانا في السكه. مع السلامه. ياد الفيسبوك اللي هضرب لي دماغك ده. هو انت يعني قلت لي امي سياق الميدان وانا قلت لا؟ ما انا قاعده متلقحه كده هو من الصبح. بقول لك ايه، ولا ميدان ولا بتنجان. امال حسام فين؟ لما شنطته من قيمه ساعه ومشي. مشي؟ مشي ازاي؟ خد بسكليت. مش على رجليه يا استاذ، العلمك صاحبك ده هو يعني عنده رجلين، ما يعوز يمشي بيمشي، ما يعوز يمد بيمد، وما يعوز يهرول بيهرول. يهرول؟ ياكشي هرول عليك ساعه مغربيه يا شيخه. عموما يعني هو اصلا من اساسه طلع كده هو ما عندوش اصل، وقف كده هو قال لي داليا ما تنسيش توضبي الاوضه ماشي، ما قاليش عايزه حاجه من امريكا ولا حاجه. امريكا؟ مش عارفك نروح امريكا. موضوع مش محتاج فكاكه يعني، تذكره الطيران كانت محطوطه على الترابيزه. ترابيزه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ بتتجسسي على اصحابي؟ بتتجسسي على اصحابي معقوله؟ طب لما انت بتتجسسي على اصحابي ليه ما بتقوليش على اللي انت تعرفيه؟ قولي على اللي انت تعرفيه. عشان كده هو ما يبقاش اسمه تجسس، كده هو يبقى اسمه فتنه، وما قالت لي ان الفتنه اشد من القتل. ماشي اسكتي خالص، اسكتي انا مش ناقصك. بالنعمه يا استاذه انا كنت فاكراك عارف وكده اهو. هو كان صاحبك قوي؟ احنا كنا خمسه يا داليا، كنا خمسه. لو حلفت لك 100 يمين ما يجيش في بالي ابدا اللي بيحصل فينا دلوقتي ده. في نفس الأوضة دي كنا بنتجمع كل يوم جمعة. أنا كون كان من أول الدور. كون كان إيه أهطل؟ إحنا بنلعب استيميشن. إيه ده؟ فعلاً؟ محدش شاغل. قلنا يا عم وأنت سرحان. وبعدين إحنا عمرنا ما لعبنا كون كان أساساً. فعلاً. بقول لكم يا جدعان معلش، هو مين اللي فرق الورق ده؟ مستر ماكس. آه لا أنا داكك. استنى استنى وريني حالتها ورقك. إيه ده؟ أنت بتخوننا يا قاسم؟ لا 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 عشان آخد البركة بس. خد يا حبيبي البركة. دور 12 كارت، فين ال 13؟ كمان عادي غلط. فين هذا الكارت بتاع تستعبط؟ انت حرامي يا. لا 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 احنا نعيد الاسات. انا سبيد وهارت. وادي التريفي. معاك يا طارق؟ انا معيش ولا اس اساسا. حلو. اطلع يا خفاش بالكارو. كارو؟ كارو ايه؟ كارو الاحمر ده. انت هتندهش ولا ايه؟ طلع طلع. ما مش هينفع كده يا جدعان، انا كل مره كوز. ماما انا عمايلك السودا، شوف كنت مع مين قبل ما تيجي وبتعمل ايه؟ محدش يجيب لي سيرة العمايل السودا دي خالص النهارده. اه اللي عامل ابويا في الشركة، امسك. بنت يا معلم اسمها وداد عندنا في الشركة بتشتغل، ماشي؟ قفشها ابويا مع الواد الراجل، الواد الأمن اللي واقف تحت، راسه ألف سيف يمشيها، البت مزة، مشاها، وقفش عليا أنا، طب أنا ذنبي إيه؟ عشان عارف مش هتطلع من إيدك. أنا؟ بقول لك إيه كريم مؤدب أنت إبليس. أنا؟ قول له قول له قول له ده بيتكلم عن سمعتي. بقول لك ايه يا سمعتي، خدت رقم البنت وداد ولا لا؟ لا 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 رقم ايه يا كريم مؤدب؟ ما عملش حاجه زي كده ابدا ابدا. خدت رقمها ايه يا حسام؟ انت اتجننت؟ انا اديتها عنوان البيت هنا وجايه هي واتنين صاحباتها. قشط عليك قشط عليك. ايه وزفت ايه؟ البيت نظيف وقفت طول عمره نظيف، مفيش ولا اسمها تيجي هنا. انت صح يا طارق. هتخش انت الاول. بتقول ايه؟ هتخش انت الاول. واذا كان كده يعني ماشي ماشي. الله يخرب بيتك يا طارق. كش البت اياها؟ كش البت اياها، انا غلطان حكيت لك حاجه اساسا. كش البت اياها، روح افتح اجري. كش البت اياها. مساء الخير. طروق. طارق موجود؟ اهو. ايه يا طروق؟ ازيك يا كيمو؟ ما بتردش ليه؟ عامل ايه؟ يا معلم انا كنت في سيرتك دلوقتي انا والبت داليا. كنت بكلمها على البت اللي انت اديتها عنوان الشقه. انهي بت دي؟ بت؟ اه دي وداد اللي ابويا قفشها في بير السن مع. طب وايه لازمه الفضايح دي يا معلم؟ ما هو كان قاعد بيستعين ذكرياته في الاوضه اللي جوه ده هنا اللي انا عايزه اقفلها. وانت كمان ناوي تقعد معانا ولا ايه؟ ها؟ انا اساسا كنت ماشيه تقول لك ايه اللي قعدني اقول لك ما اعرفش. مين دي يا معلم؟ كل واحد فيكم على يقول مين دي مين دي؟ قدر يا اخي. طب تمام، بقول لك ايه صرف العربيه تحت يلا عشان رايحين باك يارد. طيب يلا. اقفلي وانزلي. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا محمد. بقى الله يا ابو حميد. حسام شريك اخوك الله يرحمه صح؟ اه اهلا وسهلا. انت بقى اللي بيدور عليه؟ ايوه محمد انا اللي بيدور عليه. انا عايزك تسمعني كويس. اخوك الله يرحمه كان شريك في الكامب، النهارده جاي ارجع نصيبه قبل ما اسافر. دول 60,000 جنيه
أكيد نصيبه أكبر من كده بكتير، بس الظروف اللي حصلت والكامب اللي اتشمع دي الفلوس اللي قدرت أتلم عليها. إحنا مش هناخد الفلوس دي. ليه حضرتك؟ مش هناخدها إلا بنعرف إيه اللي حصل. أستاذ حسام، حضرتك جاي هنا ليه؟ أنا جاي عشان أرجع حق أحمد. أنا هكلم البوليس. ما تكلمش حد يا محمد، استنى لو سمحت. ليه ما يكلمش حد؟ لازم يبلغ. حضرتك أكيد فاهم الموضوع غلط. أنا عمري ما كنت أفكر يا أحمد. ما أعرفش حاجة عن المخدرات. ما أعرفش حاجة عن موضوع البوليس اللي كان ماشي وراه. وأحمد أصلاً ملوش دعوة بالموضوع. أمال مين اللي له دعوة؟ مين؟ ما أعرفش. أقسم لك بالله أنا ما أعرف. ولو كنت أعرف كنت أنا اللي وقفت بنفسي. عشان كده أنت هربان. لا يا محمد. أنا هربان عشان ما يحصلش فيها اللي حصل لأخوك. على فكرة أنا عايز أقول لك حاجة مهمة جداً. أنا شفت صورك مع أحمد أخويا الله يرحمه. وانا بقى اللي عايز احلف لك ان انا عارف اخويا كويس قوي. احمد اخويا كان لا يمكن يتصور مع حد وهو مبسوط الا اذا كان صاحبه قوي وبيحبه، بس الظاهر ان هو اتخدع فيه. لو كان عارف انك هتخدعه ما كانش بقى صاحبك. معلش قول انت عايز تقوله، بس بكره الايام تثبت لك ان انا مش وحش. انت يمكن انت ما تعرفنيش كويس، ويمكن دي اخر مره نتقابل فيها، بس انا عارفك كويس قوي. كنت بسمع عنك كل يوم بأمارة البنوتة الحلوة اللي كانت معاك في الدفعة مريم، مش كده؟ عمي بعد اذنك انا عايزك تصدقني، الفلوس دي حلال ومن حقكم. حقنا في ايه يا ابني؟ حقنا في ايه؟ بقى اكون فاهم ان انا مش عارف انتوا كنتوا مشاركين مين وبتعملوا ايه. خد يا ابني فلوسك معاك، انت محتاج لها دلوقتي اكتر مننا. صلاح احمد حصل له ايه؟ انت عارف عن الناس دي ايه؟ ايه اللي تعرفه ما قلتهوليش؟ اسمع يا ابني، لازم تفهم حاجه مهمه قوي، ان انا ام. فاهم يعني ايه ام مش فاهمه حاجه؟ لازم تقول لنا ايه اللي حصل، لازم قول لنا عشان نقول للدنيا كلها إن ابني كان نظيف. عارف يعني إيه كان نظيف؟ تقدر تعمل ده؟ تقدر؟ اهدي اهدي يا سعاد. أستاذ حسام لو سمحت تمشي دلوقتي، سيبنا في حالنا يا ابني، خد فلوسك معاك لو سمحت. عمل في روحه كده يا سعاد، هو اللي عمل في روحه كده. خلاص انا جايه لك دلوقتي، يلا بقى. عم سعيد. ايوه يا استاذ. لو سمحت قفل المعرض وبكره تعالى لي بكره الصبح بدري علشان عندنا شحنه جايه. تحت امرك يا فندم. تمام، تصبح على خير يا عم. وانت من اهل الخير يا بنتي. خساره المصري فين يا ريم؟ انا قلت لك ما اعرفش هو فين. عزت مدير الكامب اللي منزل مصر ونزل عند اصحابه في مصر. نزل عند اصحابه، انا مش اصحابه. الصور كتبت. عمر ما حصلت لك انك انت تبقى في شله فيها حد انت ما بتحبوش بس مضطر تتعامل معاه علشان هو صاحبهم؟ بس انت نسيتي تقولي لي انه خالد نشأ زي ما عرفك على احمد قاسم عرفك على حسام المصري. لانك ما سالتنيش غير عن احمد وخالد. افهمي يا ليلى، افهمي. حسام المصري اتخانق مع احمد قاسم في الكامب بسبب طرف الطرابيه. يعني حسام المصري مفتاح للحقيقه، افهمي. حسام المصري فين؟ شريف انا ما اعرفش حسام فين. ايوه حسام. ايه والله؟ طيب انا جاي حالا. قلت لك لما تكوني واضحه وصريحه معايا مش هتشوفيني كتير، بس انت مضطره تشوفيني عشان انت بتكدبي. حسام المصري سلم نفسه. بقولك ايه، انا مش مقتنع بالكلام بتاع حسام ده. مفيش وقت للكلام ده، خلاص
طارق. في يا ليلى مالك؟ حسام سلم نفسه. ايه مالكوا ضاربين وش خشب كده ليه؟ لازم اتحرك دلوقتي حالا. انا هاجي معاك. مفيش داعي، انا هبلغكم باللي بيحصل. في ايه يا كريم؟ ما تقولي ايه اللي حصل؟ في ايه؟ حسام سلم نفسه. معلش يا ماما، حصل حاجة جديدة معايا في الشغل، هعدي اخد عمر بكرة ان شاء الله. ماشي يا ماما، سلام. ها؟ هو فين؟ في مكتبك، أنا جبته من الاسم على عينينا على طول. بس بقول لك إيه؟ سيادة اللواء بيقول لك لازم يتعرض على النيابة فوراً، وده ما ينفعش يستنى نيابته في جنوب سيناء. أنا محتاجه الليلة بس. ماشي، بس هحاول أخلص معاك كل اللي أنت عاوزه. شريف باشا. أستاذ طارق، خير؟ أنا جاي عشان حسام. لا لا، أنت هتستنى. أما يتعرض على النيابة احضر معايا. أوعدك إني مش هتدخل في أي حاجة، صدقني مش هتدخل في أي حاجة، بس لازم أكون مع حسام زي أخويا. ماشي، اتفضل. ازيك يا حسام؟ اقعد. ازيك يا طارق؟ ليك شوق يا جدع. نبتدي منين؟ والله يا باشا زي ما حضرتك تحب يعني، انا من ايدك دي لايدك دي سعادتك. عرفت احمد قاسم ازاي؟ انا اقول لك يا باشا، احنا كنا خمسه. الاول كنت انا وطارق صحاب، كنا في الجامعه في نفس الجامعه بعض. احنا جنودك يا ياسين. احنا جنودك يا ياسين. جيش الامه المصريين. جيش الامه المصريين. احنا جنودك يا ياسين. احنا جنودك يا ياسين. جيش الامه المصريين. جيش الامه المصريين. خيبر خيبر يا يهود. خيبر خيبر يا يهود. جيش محمد سوف يعود. جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود. خيبر خيبر يا يهود. جيش محمد سوف يعود. جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود. خيبر خيبر يا يهود. جيش محمد سوف يعود. احنا جنودك يا ياسين. مسال يا رب، اصطبحنا اصطبح الملك الله. سبح باسم الله، سبح باسم الله. يا نسا، يا نسا، يا اختي، يا عزه، سبح باسم الله. اتفضل يا نجم. حسن المسلم، حسن المسلم ده، حسن المسلم بخور زي العسل من ايران. بص يا نجم، اتفضل يا باشا، اتفضلي، استفتحونا يا جدعان. سبح باسم الله. عمر يا نجم، كم السبحه دي؟ دي ب 15 جنيه. كم؟ 15 جنيه يعني. لا انا عايز واحده بس. ما هي بس ب 15 جنيه. ده اللي قبلك قال لي بخمسه ومشيته في التاني. ما انا هضحكك بقى لو لقيت الشغل عند اي حد. اصل الفتله دي من افغانستان. والخرز من فيتنام؟ قشطه عليك يا نجم. طب وقت. 5 جنيه دي عشان خاطر السبت. وعلى الفل. وال 10 دي بقى عشان فيتنام ما تزعلش. قشطه عليك. والسبحه دي بقى من اخوك حسام. سبح باسم الله. ماشي يا رب. اتفضل يا نجم، سبح باسم الله. محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود. جيش محمد سوف يعود. قوم يا اقصى، احنا معاك، مالنا كل ولادنا في دهب. قوم يا اقصى، احنا معاك، مالنا كل ولادنا في دهب. ايه في ايه؟ تعالى معايا هخلص وجيلك. ما ينفعش يا طارق، الضابط ده جديد ومش عايزين مشاكل. خيبر خيبر يا يهود. جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود. جيش محمد سوف يعود. في ايه؟ ما ينفعش يا طارق، ما تجيبليش الكلام ده، ضابط جديد ومش عايزين مشاكل. حاضر يا عم صابر. يلا معايا. خيبر خيبر يا يهود. جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود. جيش محمد سوف يعود. اتفضل يا باشا. انت في الفرقه كام؟ الفرقه الرابعه. تالي دي يا طارق اول مره اشوفك فيها، مش كده؟ وانا اول مره اشوف سعادتك. طب قول لي بقى، ايه اللي خلاك تتلم على اسره النوران دي؟ مفيش حد لمين على حد يا باشا. الناس زعلانه من اللي بيحصل. هو في مشكله ان الواحد يقول اللي في قلبه؟ لا مفيش مشكله، بس هيبقى في مشكله لو خرجت بره سور الجامعه. والكلام ده انا بقوله لك لمصلحتك. مصلحتي؟ والله انا مش عارف عشان مصلحه مين بالظبط. الواحد مش عارف يعبر عن اللي جواه، لا جوه ولا بره. طارق بلاش مشاكل، وانتبه لدراستك ومستقبلك، وبلاش المظاهرات والكلام الفاضي اللي انت بتعمله ده، والا هيبقى ليك معايا يوم. لو على ايه يا باشا؟ على ايه؟
20 جنيه في شريط عمرو خالد ليه؟ انت امال انت بتجيبي عمرو دياب بكام؟ عمرو ايه؟ عمرو دياب، بعدين ده شريط تملي ده شريط التوبه الاستاذ عمرو خالد. يا سلام، وحضرتك بقى من انهي نشاط في الاسره يا اخ؟ انا من نشاط على الله. بقول لك ايه يا اخت، هتشتري اشتري، مش اشتري بقى ما تعطلناش وتتكل على الله. معطلك عن السرقه اللي حضرتك شغال فيها طبعا. يا فتاه علي مرزاه كريم، في حاجه يا اخت ريم؟ الاستاذ ده بينصب علينا وبيبيع الشرايط اغلى من ثمنها، فين امين الاسره بقى؟ انت ايه يا اخ، دخلت وسطنا وسبناك وقلنا الرزق على الله، لكن كمان بتسرق. والسوق ايه يا شيخ الشيوخ؟ يا نهار ابيض، اشتريت الجنينه ولا ايه؟ بعدين الاخت لسه واقفه بتفاصل ومش هزعلها، بعدين انت جاي هنا على اي اساس؟ على اساس اني شفتك وانت بتبيع السبحه من 5 جنيه ب 15. اه ده انت واقف هناك برمي ودني يا اخي، تقي ربنا في شعر دانك. عليا النعمه ايدك دي لو تمد التاني لقطعها لك. تقطعها لي؟ هتقيم عليا حد ولا ايه؟ ايه ده احسان في ايه؟ معلش يا جماعه، هو الشيطان دخل ما بينكم بس. والله العظيم اقسم بالله لعلمك الادب، لولا ان احنا في جامع محروم لكنت علمتك الادب. يلا يا عم المرحوم. ايه ده؟ ايه يا اخي، كل حاجه عايز تخنصر فيها يا عم؟ دي على افواخه، عايز طلعني من الكفار. بقول لك ايه، مش وجع دماغي، لم الحاجه دي يلا بينا. دي مش حاجتي. مش ايه؟ مش حاجتي. مش حاجتك صح. يا جماعه الراجل ده حرامي ونصاب. انت حرامي، اسكت يا عم طارق. حرامي يا طارق. اهدى، الراجل ده حرامي وهيروح للظابط يا طارق. ايه اطلع معاه. انا وديني الظابط. يلا حرامي، انا اجري يلا.